بطولة شاركنا فيها في إسكيا الإيطالية، جزيرة إسكيا الإيطالية. الزورق كان من مصنع إسباني، شرينا الزورق من هناك وشاركنا فيه. أول سباق شاركت فيه في دولة قطر 2014، خذيت بطل الموسم وكأس قطر. والله النادي البحري الله يجزاهم خير، على رأس أمين السر خالد الفودري أبو محمد والأستاذ علي الشمالي رئيس لجنة قوارب، كي يعطونا على كل بطولة نروح لها 10 أيام تقريبا معسكر، نجهز الزورق، نشوف إذا في عطل، تشيك اللي هو الدهون اللي بالماكينة ونطلع عليه تست، يعطونا تست تقريبا. هناك بأوروبا شوي صعوبة في تنزيل الزورق على حسب المناخ، وانت تدري أوروبا جوها بارد، فكل شوي موج عالي وكذي صعوبة بالتنزيل. احنا فئتنا يسمونها فئة الأوفشور، هذه اللي هي الفورمولا 1 اللي تقلب، وزنها خفيف مع احتكاك الهواء، تعبي هواء فينقلب الطراد، هذه اللي يسمونها الفورمولا 1 اللي هي تكون انشور، يسمونها سباقات داخلية. احنا أوفشور، بحر مفتوح برا، وزننا ثقيل، وزن الطراد تقريبا 400 حصان وماك شيء 400 كيلو، احنا نوصل ل 1200 كيلو، وزنه كله مع السائق يوصل 400 كيلو، فأساس كذي هذا الهواء ويعبي فينقلب، هذه الفورمولا 1. طبعا بطولة العالم انا قلت لك تحت سقف الاتحاد الدولي، شلون تشارك في البطولة هذه؟ من قبل ناديك هنا يعطونك ليسن، ناديك هو عضو في الاتحاد الدولي. بالنسبة حق شروط الغواصين والسيفتي داخل السباق، مثلا قلب زورق ولا صار، موجود في انقاذ بحري، موجوده هليكوبتر على طول يتم نقله، لا سمح الله يصير واحد في اصابه ولا شيء يتم نقله عن طريق الجو لاقرب مستشفى موجوده مضمار السباق. طبعا انا يعتبر ليسني ليسن المبتدئ، في هو ليسن السوبر ليسن اللي هي فئه الاكس كات او الفئه الثالثه يسمونها، هي الطراد اللي يكون بيصين كاتماران مكينتين، هذه الفئة يسمونها السوبر لايسن. احنا فئتنا فئة المبتدئين يعتبر، والله في ما شاء الله شباب، يعني الجيل هذا ما شاء الله صعب جدا، في ناس يعني على قولتهم فيها داشة بقوة الجيل هذا، خاصة من السباقات اللي قاعد يسويها النادي البحري، قاعد أشوف ناس جيل جديد يعني على قولتهم قوي. النادي البحري يحط قوانين، طبعاً ما يخصص لك قوارب النادي، أنت بقاربك تجهز على حسب القانون اللي يحط النادي وتشارك فيه. النادي مسوي فئتين تي على نفس القانون، في لجنة طبعاً لجنة فنية يكون على الزورق نفس القانون، على طول تسجل الرسوم وتدش على طول السباق. الصراحة النادي البحري كان بالبداية قاعد يسوي لنا سباقات، الحين ما شاء الله رفع سقف جوائز، الحين عنده في بطولة، خلصت البطولة، البطولة القادمة إن شاء الله في 29 واحد، الجوائز الأول 2500 يوصل للسادس تقريبا بالفئتين، يوصل ل700 أو 600 دينار ما شاء الله، يعني الجوائز صارت وايد فيها حافز، الحين المتسابق يجهز له زوراق ويشارك ما شاء الله، يعني زادت الجوائز بالنسبة حق الأول. أنا أول شيء أول خليجي يشارك في فئة الإنديورنس هذه، أول عربي خليجي يشارك في هذه الفئة، حصلت 4 ميداليات، مو سهل أني أنا حصل 4 ميداليات، حصلت البرونزية، حصلت الفضية 2، حصلت الذهبية، مو سهل. عقب تجربة زورقين، خذيت زورقين يعني، خذيت واحد بعدين بعته وسويت واحد ثاني خاص حقنا حق الفريق الكويتي، ومحركين يلا بالغصب يبتل البطولة، مو سهل، جدا مو سهل. وبعدين البطولة هذه في ملعبهم، والزورة قاعدة يجينا 4 إلى 5 أيام قبل البطولة، بطولة عالم، ودول بلجيكا، أسبانيا، إيطاليا، هولندا، يعني دول كبيرة، وغلبناهم وخذينا الذهبية باسم الكويت. احنا غيرنا من زورق لزورق، ليش؟ هذاك ما خدمنا في قوانين السباق، تغيرت من 2019، تغيرت ل 2021، غيرنا، عدلنا من تحت، نزلنا الطراد شوي، عدلنا بوزانه، طبعا طراد جديد من اول، وغيرنا المحرك
الفئات اللي تشاركنا فئة البي وفئة البي وفئة الأس. احنا فئتنا البي قلت لك تشمل طول الطراد وأحصنة الماكينة برا المحرك زائد تعديلات بالمروحة أو بدن الطراد. أول شيء في طراد يكون يعني صفون المتسابقين، طبعا احنا فئتنا بطولة العالم، أنا قاعد أسولف كان بطولة العالم هني بالكويت، لا يهدون فئة فئة. بطولة العالم كل الفئات تصف على مد النظر، في طراد يسمونه طراد الطليعة اللي فيها لجنة الحكام، يرفع العلم الأصفر يشوف على حذا واحد كلهم طراريد على طول، يرفع الأصفر على طول بثواني يرفع الأخضر، الأخضر هذا يعني انطلاقة، فكل الطراريد تنطلق على كورس السباق. الكورس السباق يكون أول بويتين قدام مثلا سيركت، مثلا يسوي مثلث أو دائري على حسب لجنة اللجنة المنظمة حق السباق، وهو يحكم كورس السباق شنو شكله. أول انطلاقات تلف السباق، بعدين عدد اللفات يحددها لجنة المتسابقين نفسها أو لجنة الحكام، هي يقول لك كم لفة. إن شاء الله في تاريخ 29 جولة حق النادي البحري إن شاء الله منظمينها، وعندهم جول بعد جولتين بعد وراها يعني ثلاث جولات، وهم منظم أربع جولات إن شاء الله في 22/4 أول بطولة حق بطولة العالم في أسبانيا ملقا، ثم بعدها بلجيكا تاريخ شهر 6، ثم وراها شهر 10 في إيطاليا منطقة اسمها كومو. الحين البطولة من 2020 أو تحدث القانون تدري 2020 صار كورونا ما شاركنا، 2021 صار نظام البطولة بطولة العالم شوية صعب، لازم تروح كذا دولة يعني من إيطاليا بلجيكا وإسبانيا، وزورها نحن قلنا لك بإسبانيا، فهذا التنقل شوية صعب جدا. ليش تغير شيء؟ صار كل جولة لها نظام نقاط، البطولة كلها صارت نظام نقاط، إذا ما أحرزت أعلى نقاط ما تأخذ بطولة العالم. فائدة المعسكر أني أنا أبي أخذ إكسبيريان على الطراد أو تدريب زيادة إضافي، أنا أحتاج أني أنا أجيب الزورق، الزورق كبير ما يدش بأي كونتينر، مو نفس الجتسكي يدخل ويروح على طول تشحنه، أحتاج أني أجيب الكويت أبي أسوي عليه تعديل، لأن هناك تدري تعديلات شوية صعبة جداً. يعني الحين في أول جولة عندنا في أسبانيا 22/4 ل 24/4 إحنا طبعاً في منطقة اسمها فيجو بأسبانيا حاطين الزورة، هذه تكون آخر شيء فوق بأسبانيا، على ما نوصل ملقا تقريباً 15 إلى 16 ساعة، هذه داخل أسبانيا، ثم وراها يرجع الزورة لمكانه اللي هو القراج اللي هي منطقة فيجو، بعدين وراها شهر 6 هم في بلجيكا هم 16 ساعة، بعدين كومو 24 ساعة أو 25 ساعة، هذا كلها شحن، الشحن الواحد يوصل من تقريبا من 2000 إلى 3000 دينار كويتي على الزورق الواحد. يتم على نقلة في سطحة اللي هي السطحة الونش، ننقلها من منطقة لمنطقة. الميداليات هذه اللي حصلناها مو سهلة، مو سهلة جدا ان انت حصلت الميداليات هذه البرونزية والفضية والذهبية في ظروف صعبة جدا، يعني مارسناها في بطولة العالم خاصة آخر بطولة اللي هي شهر 10. أتمنى ان شاء الله هذه الميداليات باسم الكويت تليق فيها ان شاء الله يا رب.